حاجة تانية من الرموز اللي بتظهر في الأحلام إنك تشوف حد من علية القوم أو الملوك أو الحكام أو الرؤساء في الحلم، ده دلالته على إيه؟ وإيه الفرق؟ يعني ده بيدل على إيه؟ وبعدين إيه الفرق ما بين إن أنا أشوف رئيس متوفي أو رئيس على قيد الحياة؟ بص، هو من أفضل ما يراه النائم ثلاثة، الأب والأم والملك أو الحاكم. ده من أفضل ما يراه، لأن بالتلاتة اتنين سبب في حياتك، في وجودك، واحد سبب في تسيير الأمور العامة أيا كان شكل أو تفاصيل الحلم. لا، أنا بتكلم بوجه عام، لأن كل حلم بيبقى له مدلولاته الخاصة بالشخص نفسه. زي ما قلنا أن كل إنسان مننا له الحلم بتاعه. لإيه الحلم بتاعه؟ وفي ناس يعني زوج وزوجة مثلا أو صديقين يلاقوا إيه في المنام؟ الحلم متشابه بالظبط تيبيكال، يعني وكأن الحلم جه نسختين. نسخة ليه طب ده دلالته إيه؟ لو تبص لحالاتهم الاجتماعية تلاقيهم متشابهين الاثنين، تلاقي في حاجة ما بينهم مشتركة، وبالتالي جاله نسخة هنا ونسخة هنا. ليه؟ علشان الاثنين يمشوا في طريق توجيه معين، يعني تمام، في اليقظة. رؤية الحكام بقى والرؤساء والزعماء والملوك دي بيبقى انفراجة لصاحب المنام بوجه عام، بوجه عام بغض النظر هذا الرئيس كان رئيس سابق او راحل او في الحكم بالفعل، سواء هو موجود او كده، واخده بال حضرتك. ولكن هو رؤيتهم علشان ربنا سبحانه وتعالى مديهم من ملكه، فبيبقى تيسير لامر الرأي. وبتيجي الرؤيه دي بالذات امتى؟ لما يكون الانسان مخنوق، متضايق، في حاجه معصلجه معاه في الدنيا، فزي فيجي له الحاكم في المنام. الفرق. طيب